عاجل وفاة العلامة فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني السوري في تركيا عن عمر يناهز 91 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. هو كان من أشهر المفسرين والمصنفين في علم التفسير والقرآن، ومن أهم مؤلفاته كتاب صفوة التفاسير الذي صدر قبل 40 عاما. ونعى ابنه في مقطع مؤثر عبر الصفحة الرسمية للشيخ في موقع يوتيوب، وصار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى نعيه واستذكار مواقفه. وكان الشيخ بجانب المتظاهرين في مطلع التظاهرات السورية، كان بجانب المتظاهرين السلميين. وقد وصف الرئيس بشار الأسد بأنه مسيلمة الكذاب نظرا لقتل العديد من المواطنين. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.